لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. قال الله تعالى: وبشر المخبتين. ثم كشف عن معناهم فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن عباس رضي الله عنه وقتاده لفظ المخبتين وقال: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. قال: والخبت المكان المطمئن من الأرض، يعني المنخفض مطمئن. وذلك أن المطمئن إلى الله سبحانه وتعالى المستكين الذليل المتواضع لأمره سبحانه وتعالى هو الذي قد أخبت إلى ربه. قال: الأخفش الخاشعون. هذا من معاني أو من لوازم الإخبات، لأنه مطمئن لله عز وجل فهو يستحضر وقوفه بين يدي الله، فعند ذلك أخشع، يتواضع ويخشع. وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. المخبتين المصلون المخلصون، هذا مأخوذ من الآية، لأن الله قال: والمقيم الصلاة. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، يعني يعفون. وإلا فقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتصرون من الفاسد والمجرم والفاسق المفسد في الأرض. فعندما يعني إذا أصابهم باغي انتصروا على هذا الباغي، فإذا تمكنوا منه وكسروه فعند ذلك يعفون، لا ينتصرون لأنفسهم وإنما ينتقمون لله عز وجل. حتى في مقاومتهم للبغي والظلم والفساد ليس لحظ النفس ينتصرون، ولكن لإزالة الفساد والبغي من الأرض. يقول: وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع والسكون إلى الله عز وجل. ولهذا عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة، اطمئن إلى الله، أخبتوا إلى ربهم، اطمأنوا إلى ربهم. يقول تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله تعالى. قال صاحب المنازل: هو من أول مقامات الطمأنينة، يعني هذه مقامات الخاصة. بدأ في ذكر مقامات الخاصة عندهم، لا شك أنها من خواص المؤمنين، مقامات خواص المؤمنين، لأن الله مدح أصحابها. يقول: هذه المقامات كالسكينة واليقين والثقة بالله ونحوها، فالإخبات مقدمتها ومبدأها، وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد. ورود المأمن من الرجوع، يعني هذا المسافر السالك إلى الله عز وجل، المهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، وصل إلى منزلة أمن أن يفكر في الرجوع، لا يمكن أن يتردد في السير في هذا الطريق إلى الله عز وجل. ذاق من معنى السكون إلى الله
الطمأنينة إليه ما لا يمكن معه أن يفكر في الرجوع، ونسأل الله العافية. فهو أبدا لا يتردد، لا يقول أسير في طريق الالتزام أم أتركه. ورد المكان الآمن الذي لا يمكن أن يتردد، انقطع التردد. السفر قطعي لا شك فيه، التقرب إلى الله ضرورة من ضرورات حياته، لا يستطيع أن يتركها. ورود المأمن من الرجوع والتردد، لأن بعض الناس قد يلتزم ثم يرجع، بعض الناس يبدأ الطريق ثم يتكاسل ثم يعني يقع في الشهوات مرة أخرى ثم يترك تقربه إلى الله عز وجل. قال: لما كان الإخبات أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض، يكون يبقى عنده تردد هيمشي ولا مش هيمشي، هيلتزم ولا مش هيلتزم، يبقى إذن هو في الحقيقة ما زال غافلا، ما زال معرضا عن الإقبال على الله عز وجل. يقول: والسالك مسافر إلى ربه. السالك صاحب السلوك، السلوك يعني التقرب إلى الله عز وجل ومجاهدة النفس ونحو ذلك. قال: سائر إليه ما على مدى أنفاسه. السالك العابد المتقرب مسافر إلى ربه، سائر إليه على مدى أنفاسه، لا يزال كل يوم يريد المزيد من القرب، لا يزال ينتقل مرحلة بعد مرحلة تقربا إلى الله عز وجل، يجمع الحسنات ليرتفع في الدرجات، يتخلص من الأحمال الثقيلة من السيئات لينطلق في سفره أسرع وفي تقربه إلى الله عز وجل أعظم. يقول: السالك مسافر إلى ربه، سائر إليه على مدى أنفاسه، لا ينتهي مسيره إليه ما دام نفسه يصحبه. ما دام نفسه يصحبه يعني ما دام عنده حياة، ما دام له نفس، إلى أن يفارق النفس يموت. يقول: شبه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله، فيرويه مورده عند وروده يرتوي. وبدأ يجد لذة بعد أن كان في مجاهدة، في سفر صعب، في مشقة، في ظمأ، بدأ يرد منازل الراحة. إذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع، كل الصعوبات التي مر بها تزول عنه، لا يشعر بها، يقطع عنه أسباب التردد. يقول: كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره وجد في السير. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوى. يقول: المريد السالك تعرض له غفلة عن مراده تضعف إرادته، وشهوة تعارض إرادته فتصده عن مراده، ورجوع عن مراده وسلوة عنه. يسلو الشيء يعني يمله أو نحو ذلك، يبتعد عنه، لا يريده. يقول: المريد السالك تعرض له غفلة عن مراده الانشغال بإرادة أخرى، شهوة تعارض إرادته، شهوات تغلبه، ورجوع عن مراده وسلوة عنه. يقول: هذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة، فتستغرق عصمته شهوته، يعني غرأت الشهوة، أنهتها الشهوة، ليس أنها انقضت بالكلية، انعدمت الشهوة، ولكن أصبحت مستغرقة ضمن العصمة، الحماية والحفظ، عصمه الله، استعصم بالله فعصمه، فأصبحت شهوته محكومة تماما مستغرقة
فيما يحل توجد، فيما يحرم قد عصمه الله عز وجل. تستغرق العصمة الشهوة، استخدام لفظ العصمة في هذا الموطن يعني دقة ويعني حسن لفظ وفق له صاحب المدارج رحمه الله. لأن يوسف عليه السلام لما دعي إلى الشهوة استعصم، كما قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فقال أن تستغرق العصمة الشهوة، الشهوات المختلفة سواء شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة الرئاسة، شهوة الشهرة، شهوة الجاه والمنزلة والمدح من الناس، كل هذه استغرقتها، أغرقتها، أصبحت تحويها وليس لها أثر ولا وجود في سلوك السالك اعتصامه بالله عز وجل. يقول العصمة هي الحماية والحفظ، والشهوة الميل إلى مطالب النفس، والاستغراق للشيء الاحتواء عليه والإحاطة به. يقول تغلب عصمته شهوته وتقهرها وتستوفي جميع أجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة ونزوله أول منازلها، وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم الجازم. في تردد أنه هل يستمر في هذا الطريق أو لا، يلغي هذا التردد، يصبح عنده استقامة على الحق، إقبال دائم، عزم أكيد إلى الاستقامة والعزم الجازم والجد في السير، وذلك علامة السكينة. وتستدرك إرادته غفلة، عند قوة عظيمة في إرادة وجه الله وإرادة ما يحبه الله، أصبح لا يغفل عن مطلوبه هذا أبدا. المشاغل الأخرى كلها داخلة في هذا القصد الذي لا يمكن أن يغيب عنه أبدا. وتستدرك إرادته غفلته. يقول الإرادة عند القوم هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله، والمريد هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه. شبه الإرادات النفسية والطباع التي جبل عليها، اللي بتتحكم في أكثر الناس أهوائهم وما جبلوا عليه من طباع، فهم يستريحون لذلك فيفعلون ما يريحهم دون نظر إلى أن هذا يوافق الشرع أم يخالفه، هل هذا الطبع يحبه الله فيستغله أم أنه أمر يبغضه الله فلا بد أن يداويه. يقول المريد هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه، يشبه الوطن الطبع والهوى بأنه هو زي الوطن. إنسان ده المريد ترك هذا الوطن وسافر وهاجر. يقول أخذ في السفر إلى الله والدار الآخرة، فإذا نزل منزل الإخبات أحاطت إرادته بغفلته فاستدركها، واستدرك بها بإرادته فارطها، استدرك الغفلات، أصبح كان وقت من عمره قد مر وهو غافل عما خلق له، وغافل عما حوله من هذا الوجود، وغافل عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وتدبيره، وغافل عن القرآن، وغافل عن الرسل والرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وغافل عن مكارم الأخلاق، وغافل عن فضائل العبادات، وغافل عن حقائق العبادات وكيف يؤديها على الوجه المحبوب، وغافل في أنواع اللهو واللعب. فتستدرك الإرادة القوية هذه الغفلة، ويستدرك ما فرط منه، ما ضاع منه، يستدرك ذلك ويجعل ما بقي من عمره معمرا بالذكر والطاعة، يعوض ما فات من العمر الضائع في غير طاعة الله. يقول وأما استهواء طلبه لسلوته فهو قهر محبته لسلوته وغلبته لها، بحيث تهوي السلوى وتسقط، كالذي يهوي في بئر. وهذا علامة المحبة الصادقة، أن تقهر في هوارد السلوى وتدفنها في هوة لا تحيا بعدها أبدا. يعني إيه؟
الواحد ساعات بيزهق ويريد أن كلمة يتسلى، يتسلى عن الشيء يعني يحصل له سلوان عنه ينساه، يعني يريد أن يعني يبتعد عنه قليلا أو يبتعد عنه، يتسلى عن الشيء السلوى، يقول سلو في المثل يقول سلو قلبي غدت إيه سلا سلا وتاب، يعني ترك اللي كان عليه. فالإنسان أحيانا يأتيه ملل ويأتيه نوع من إرادة الرجوع، فبيقول الطلب الجازم السير إلى الله عز وجل أتى للسلوى دي، خلاص ما أصبحش فيه احتمال إن هو ما عندوش سلوى، ويستهوي الطلب السلوى، يستهويها يوقعها خالص وينهيها تماما، يقول كأنه دفنها في بئر كالذي يهوي في بئر، تهوي السلوى ويستهوي الطلب السلوى، أو أن يكون يعني سلوانه هذا عن الشيء من شدة محبته لله عز وجل، وكونه يهوى هذا الطريق أصبح هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما عايز يستريح من حاجة يستريح بالعبادة بمزيد منها، يعني زهق من حاجة يبقى عبادة تانية، يبقى يكون طلبه مرضاة الرب سبحانه وتعالى هو الذي يسلو به عن أي شيء آخر. لو حصل له نوع من الملل من شيء لكان طلبه لله عز وجل ولمرضاة الله سبحانه وتعالى يستهوي هذه السلوى، بحيث لا تكون سلواه إلى غيره عز وجل، لا يكون إن هو بيبحث عن شيء يذهب به ملله غير الله، مش عايز يخفف عن نفسه، عايز يتفسح مثلا، عايز يتفسح ازاي؟ عايز يتسلى، يتسلى ازاي؟ مش ان هو يقول طب ساعة وساعة بقى في معصية الله بقى ايه يخفف عن نفسي شوية، لا ده عمره ابدا ما يكون عنده ايه تفكير ان هو يبتعد عن طاعة الله، راحته و يعني تخفيفه عن نفسه وترويحه عن نفسه مزيد من العبادة، بعبادة من طريقة اخرى بنوع اخر باستحضار حقائق العبودية، بحيث ان يبقاش له سلوى الى غير الله عز وجل، يبقاش له تفكير ان هو يدور على حاجة تخفف عنه غير طاعة ربنا ابدا. لان الناس اساسا لما ساعات بيزهق يقول له طب خلاص رفع عن نفسك شوي، روح سينما، اسمع اغنية، شوف فيلم، خفف عن نفسه، يتفرج على حاجة ملهية. لا ده مش ممكن، ده مستحيل، الموضوع ده خلاص عنده انتهى، اتدفنت السلوى الباطلة دي وأصبح هواه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبه لمرضاة الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام يجعل سلواه إلى طاعة. والله أعلم. المباح أساسا داخل في العبادة لله سبحانه وتعالى طالما بالنية الصالحة، فداخل في ضمن الطلب. ممكن قريب من كده، ان ساعة الفتور بتاعته ما هواش ايه الى معصية، والحاجات المباحة الطلب مغطيها ايضا، بمعنى طلب مرضاة الله في المباحات موجود، ما بيفقدش، زي وفي وضع احدكم شهوة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، فلذات المعتادة لا تخلو من طلب، من طلب مرضاة الله لا تخلو من النية. يقول في الحاصل أن عصمته وحمايته تقهر شهوته وإرادة، تقهر شهوته، عصمته يعني اعتصامه بالله، استعصم ولجأ إلى الله فعصمه الله عز وجل من خطر الشهوات، وإرادته تقهر غفلته، الغفلات والنسيان لأمر الله عز وجل والانشغال في الدنيا لا مش حاصل، مقهور مغلوب لعظم قوة الإرادة الصدق مع الله عز وجل، ومحبته تقهر سلوته، من شدة حبه لله عز وجل ما أصبحش عنده ميل لغير الله أبدا، وعمره ما يفكر أنه لما يخفف عن نفسه يدور على سكة تانية. قال الدرجة الثانية أن لا ينقض إرادته سبب، ولا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة. هذه ثلاثة أمور أخرى
تعرض لصادق الإرادة. الدرجة الأولانية كانوا ثلاث حاجات: شهوة وإيه وغفلة وسلوة. إن هو عنده شهوات وعنده غفلات، الغفلات دي متعلقة بالإرادة والطلب، الشهوات متعلقة بحظ النفس، السلوى متعلقة بالملل، بالثلاثة انتهوا. في الدرجة الثانية بيعرض له ثلاث أشياء: سبب يعرض له ينقض عزمه وإرادته. بمعنى انشغال بالسبب، أي سبب من الأسباب، انشغال بيه عن التوكل المطمئن إلى الله عز وجل غير مشغول بالأسباب. إرادته يتوكل، يريد وجه الله عز وجل ولا يشغله عن طلبه سبب، أي سبب من الأسباب المخلوقة لا تشغله. ويقول سبب يعرض له ينقض عزمه وإرادته، ووحشة تعرض له في طريق طلبه، ولا سيما عند تفرده، يحس أنه هو لوحده وعايز يبقى مع الناس، الناس كلها بتحب تبقى مع الناس وتبقى زي الناس، وش معنى أنا وعايز أعمل زي الناس ما بتعمل. ده التقليد ده والسير مع الناس هو اللي أهلك عامة العالم، كل الأمم المشركة مشركين ليه؟ عشان يبقوا زي الناس. وإلا فالفطرة الإنسانية والعقل الإنساني يأبى الشرك، ولكن بسبب أنه مش قادر يستحمل الوحشة، أنه يستشعر أنه هو لوحده كده، فعايز يبقى مع الناس، يقوم يعمل زي الناس ما بتعمل، زي ما كل الناس بتعمل يعمل. فهو يلاقي اهل بلده كلهم ايه مشركين، يبقى مشرك، يبقى عبدوا العجول، يعبد العجول، يا بيعبدوا الصلبان، يعبد الصلبان، ما لهمش مله ولا دين، يبقى ملوش مله ولا دين، زي ما الناس بتعمل والعياذ بالله. ويعرض له فتنه تقطع عليه الطريق، تقطع طريقه عليه، اما شهوات او شهوات. يقول فإذا تمكن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات، لأن إرادته إذا قويت وجد به السير لم ينقضها سبب من أسباب التخلف. النقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره، بمعنى التعلق بشيء من الدنيا اللي بيخليه يقول لا أنا كده مش هكمل في هذا الطريق. سبب من الأسباب يتعلق به قلبه يجعله ينقض عزمه ويتخلف عن سيره. يقول النقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. النقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. فبيقول سبب يعرض له من الأسباب اللي تنقض الإرادة إنه يتعلق مثلا بولد، بأهل، بمال، بوظيفة، بجاه، بمنزلة، كلها أسباب، أسباب دنيوية، وأحيانا تكون متعلقة بالدين، يعني جاه متعلق بالدين يترتب على محافظته عليه مثلا أن ينقطع قلبه عن إرادة وجه الله لانشغاله بهذا السبب أو بهذا الجاه أو بهذا الأمر الذي هو في الحقيقة أمر دنيا لكن مغلف بالدين. فإذا وجد أمرا يضعف عزيمته وإرادته لوجه الله ترك ذلك، ولا يمكن أن ينقض الإرادة أي سبب من الأسباب. يقول ولا يوحش أنسه بالله، في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب والجواذب له عمن هو متوجه إليه. والعارض هو المخالف، لا يوحش قلبه عارض. يقول العارض هو المخالف كالشيء الذي يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. من أقوى هذه العوارض ما يعرض للإنسان عارض وحشة التفرد. وحشة التفرد بمعنى أنه لوحده كما ذكرنا. يقول فلا يلتفت إليه، كما قال بعض الصادقين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. يعني أنت تسير ولو وحدك، عندك عزيمة قوية لا تنظر إلى أن معي أحد أم لا، ولو لم تجد أحدا يسير على الطريق. وده وارد من كثرة الفتن، كثرة الهالكين، أن لا يجد الإنسان عونا له على الطريق. انظر إلى قول يعني لوط عليه السلام أليس منكم رجل رشيد، يعني حاسس بوحشة جامدة جدا
ما فيش ولا واحد من أهل البلد، ليس منهم رجل واحد على الحق، ولم يقبل رجل منهم أن يتركوا أن يترك الشهوة المحرمة والعياذ بالله. وكان لوط على طريقه لا يلتفت إليهم، ولا يمكن أن يشاركهم ذلك، بل قال إني لعملكم من القالين. يقول كما قال بعض الصادقين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريقك من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذه فعلا مقامات الطمأنينة، لأن المقامات الأولى في السير إلى الله دايما محتاج حد معايا. ولذلك قال الرجل الصالح للتائب الذي قتل 100 نفس: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وعامة الناس إنما يعني يسيرون في الطريق لوجود من يسير معهم، لكن الذي وصل إلى مراتب الطمأنينة لا، مش هيفرق معاه نهائي حد، وجدوا ما وجدوش، بالعكس ممكن يبقى الواحد أحسن، ويعني على منهجه في الحق ثابت لا يفتن بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: أما الفتنة التي تقطع عليه الطريق فهي الواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده، إما أنه ما يشهدش الحق وإنه ما يقصدوش. مطالعة الحق هي البصيرة والهداية، القوة العلمية المبصرة. قصد الحق هي القوة العملية المحركة، هي الإرادة القوية. الفتن نوعين: فتنة تخلي الإنسان ما يشوفش الحق، أو فتنة تخليه يشوفه بس ما يحبوش وما يريدوش. صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. الضالين دول ما شافوش، مش كده؟ لا يطالعون الحق، فاكرين نفسهم على على حق وهم على باطل، هم ضلال. والمغضوب عليهم دول مين؟ اللي هم شاهدوا الحق وعلموه وكرهوه وحسدوه وقالوا ده احنا نعدي ما عشنا والعياذ بالله. يعلمون او لا؟ ذاك النصارى راس النصارى ضلون، واليهود مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون. اما فتنه الغوايه واما فتنه الضلال. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال انه ما يشوفش الحق، والغوايه انه يغوي يشوف حاجه يريد غير الحق، يبقى عارف انه حق ويريد غيره والعياذ بالله، يريد الباطل ويبقى على بصيره. فرعون والعياذ بالله عارف نفسه انه هو بيحارب نبي الله عز وجل ويستمر والعياذ بالله. ولذلك ان الفتن ضلال وغي، زي ما ابليس قال: لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. لأزينن لهم، يزين له الحاجه عشان يشوف الحاجه على غير حقيقتها. الباطل ده يشوفه حق، والحق يشوفه باطل والعياذ بالله. ده لأزينن لهم. أغوينهم الغوايه بقى ان هو يريد خلاف الحق، تبقى الاراده فاسده والعياذ بالله. غوى، عارف ان السكه كده صح، ويقول حبه الحاجه الثانيه بالظبط كده، عارف دي سم، ويقول له ما ده انا اعمل ما لازم امشي اخد السم ده، السجاير والعياذ بالله، المخدرات والعياذ بالله. الناس كلها مش عارفه ان ده سم، عارفه ان ده ضرر، ويعملوا هذه غوايه والعياذ بالله، فتنه الغوايه. هناك فتنه الضلال نعوذ بالله. يقول: أما الفتنة التي تقطع عليه الطريق فهي الواردات التي ترد على القلب تمنعه من مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة، لم يقطع عليه الطريق عارض الفتنة، العوارض التي تأتي إليه، لأنه عنده شهود للحق، معرفة به تفصيلية، بحيث أن الباطل مش ممكن يختلط عنده، والأمر واضح جلي بالأدلة من الكتاب والسنة في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان، في مسائل العمل، في مسائل العقيدة، وفي مسائل السلوك، المسائل اللي بتشكل شخصية الإنسان. هو الإنسان شخصيته عبارة عن عبارة عن أفكار، وعبارة عن أعمال، وعبارة عن أخلاق وسلوك. الأعمال دي عبادات ومعاملات، السلوك الأخلاق والأحوال القلبية. فالإنسان في الثلاث مجالات دول
عنده المؤمن اللي هو وصل درجة الإخبات عنده بينة في كل حاجة، الأمر واضح جلي، إيه هي الأخلاق الواجبة، إيه هي العبادات القلبية المهمة، إيه العبادات الظاهرة كيف يؤديها وعنده معرفة بها تفصيلية، إيه الحلال وإيه الحرام، ما عندوش اشتباه في الأمور دي، ولا بالأولى في أمر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، ما عندوش بدع لأنه عارف إيه هو المنهج الحق في كل النواحي الثلاثة على علم، وفي نفس الوقت يريد هذه الأشياء الحق، يريد الحق يقصده ويحبه ولا يمنعه من ذلك مانع، ما عندوش بقى ان هو عارف ان ده صح ومش قادر اعمله، او عارف ان ده صح وبيكرهه، ما هو درجات متفاوتة من الفتن، ان واحد بيبقى عارف ان ده حق ونفسه يعمله بس مش قادر، وواحد تاني بقى نزل اكتر غرق اكتر انه عارف ان ده حق وبيكرهه والعياذ بالله، وواحد عارف ان ده حق ومش بيكرهه بس ويعاديه ويحاول يبطله من وجه الارض والعياذ بالله، ابليس عارف ان هو ان 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 ان, إن, إن دين ربنا هو الاسلام، وعارف ان ان طاعه ربنا هي الحق، ومع ذلك عاش عمره علشان ايه؟ يصد عن سبيل الله والعياذ بالله، يريدون علوا في الارض وفسادا، دول اقبح نوعيه من الخلق والعياذ بالله على الاطلاق، اللي هو على يعني رجاء ان هو يتوب، اللي بيقول انا بحب الحق بس مش قادر اعمله لان عنده الاغراض اللي بتغويه في اي واحده من الثلاثه، بس ده على خطر عظيم ان مع الاستمرار بعد كده مش هيقدر يفضل يحب الحق، مش هيقدر يعيش الصراع النفسي المستمر اللي بيخليه يقول له انت غلطان انت غلطان، هيقول لا انا مش غلطان بعد كده، وبعد كده هيقول لا ده انا مش طايق الحق ده والعياذ بالله، وممكن يوصل بعد كده انه يصدق نفسه ويقع في الضلال بقى، يصدق نفسه ان هو مش من كراهيته للحق بينسى خالص يدفنه بحيث ان هو ما يظهر الحق ده ما يظهرش ابدا، ويصدق نفسه فعلا بقى ويسخر الناس في ان هو بيدور على الحق زي فرعون كده، يعني قاعد كانه هو صدق نفسه فعلا لما قال لهم ربكم الاحد، وهو عارف نفسه من، بس الغفله والكبر بيدفن الحق بحيث ما يطلعش له ظهور ابدا ولا يظهر في اي سلوك ولا قول ولا فعل ولا يعوذ بالله من ذلك. يقول هذه العزائم لا تصح الا لمن اشرق على قلبه انوار اثار الاسماء والصفات وتجلت عليه معانيها وكافح قلبه حقيقه اليقين بها، كافح يعني بقاش في حواجز، موقن باثار باسماء الله وصفاته وشايفها كده باينه جدا، شايفها في كل حاجه قدام عينيه يرى فيها اثرا من اثار الاسماء والصفات وافعال الرب سبحانه وتعالى، وده امر يعني حقيقه هو ده سعاده الانسان. شوفوا اخوه يوسف بدايه هدايتهم اول كلمه اول ما بداوا يندموا بداوا يتضح لهم صفات ربنا، اول كلمه توبه حقيقيه كانت ايه؟ لا 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 قبلها اول كلمه قالوها فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه، قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اول كلمه تحس ان هم بداوا يندموا وان شعروا بالتفريط كان ايه؟ هي اللحظه دي، بعد كده قالوا، لكن بدايه الشعور بالندم ان هم فرطوا اللحظه دي، واول مره يذكروا اسم من اسماء الله، تجيب القصه من اولها لاخرها، هم ما جابوش اسم ربنا قبل كده ولا صفه من صفات ولا استحضروها، لغايه ما قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو ايه؟ وهو خير الحاكمين، حاجه عجيبه والله، بدا يحس ان ربنا خير الحاكمين، هو انسان ممكن انسان يبقى عايش حياته كلها مش حاسس باللي فيه بالدنيا باللي فيها، عمال ياكل ويشرب وخلاص ومش حاسس بان ورا الامر ده رحمه، ورا الامر ده علم، ورا الامر ده قدره، ورا الامر ده فوقه يعني، وان ان 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 تدبير ربنا سبحانه وتعالى، اجتباء ربنا، اصطفاء ربنا، تفضيل ربنا، علم ربنا، بيفكر في الحاجات دي، وانت امسك كده سيدنا يعقوب، الانبياء كلهم انت دور على الانبياء في كلامهم كله هتلاقي ان هم ايه اللي يميزهم عن غيرهم؟
ان هم مستحضرين على الدوام اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتدبيره. والصالحين خدوا جزء من النور ده، والاتباعهم خدوا جزء من النور ده. ان الله قال كلا ان معي ربي سيهدين، يعني مستحضر ربنا معاه على طول. ما قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. سيدنا يعقوب يقول ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وتلاقي الأدعية اللي بنقولها أذكار الصباح والمساء اللي بنقولها وإحنا نايمين كده من تلاقيها كلها فيها ليه استحضار المعاني دي. أدعية القرآن، أدعية السنة، أحوال الرسل الكرام، مواقفهم العظيمة مبنية على المسألة دي، إن هو موقن بيها وشايفها زي الشمس. يعني آثار الرحمة والله لا يمكن أن تخفى، آثار القوة والقدرة مش خفية، ده أعمى اللي ما يشوفهاش. الإنسان يسوي إيه؟ هو الإنسان ما يسويش حاجة ولا نملة ولا ذرة. قدرة ربنا سبحانه وتعالى أدلتها ده البحر بس، شوف فيه قوة قد إيه. تخيل القوة اللي في البحر، واحد يبص البحر كده ويلاقي الأمواج وهي عمالة تضرب، والقوة الميكانيكية بتاعت المية بس اللي هي ممكن تغرق، دي قوة ميكانيكية مش كده، تغرق إن مجرد إنها تلتئم عليهم بس مش كده، لو طلعت بس كده نتيجة اهتزاز الأرض حبة كده ثواني غرقت ليه الدنيا. طب تخيل بقى لو القوة الكيميائية اللي موجودة فيها، ولا القوة الذرية اللي في المية دي، لو الأكسجين لوحده ولا الهيدروجين لوحده يبقى شكلهم إيه دول؟ ده والإنسان يملكيه من الموضوع ده. طب تخيل بقى الكائنات العظيمة التانية دي الأرض. طب الكواكب اللي الشمس دي فيها طاقة قد إيه؟ فيها قوة قد إيه؟ مودعة فيها، عمالة ليل ونهار، مش بالنسبة لنا احنا ليل، لكن هي عمالة انفجارات في الثانية الواحدة بتخرج منها طاقة تنير العالم وتمد بالحرارة، وهائلة جدا. ودي نجم من ايه؟ من ملايين الملايين. هي في حاجة تخلي الإنسان يغفل عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ إلا أن هو في الحقيقة الناس كنت متصورة أن الكبير ده، الظالم ده، الرئيس ده، الملك ده، الجيش ده، الدولة دي هم أقوى حاجة، الدولة الأعظم، القوة الأعظم. يا راجل ده إيه ده؟ ده فذرهم يخوضوا ويلعبوا. فالله والله العظيم له ولاعب، والله العظيم الرحمة باينة جدا. شوف أنت القطط والحيوانات والعصافير وهي بترحم صغارها، وشوف والرحمه اللي موجوده في قلوب الامهات دي. انا واحد تشوف الام هي شايله العيل كده وهي ماشيه، هي جت لها منين الرحمه دي؟ هي كانت قبل كده ما تعرفوش مش كده، وتعبانه في اخر تعب، وقرفانه في اخر قرف وترحمه، وقلقان عليه، ولو سخر شويه يا خبر ابيض مستعدين يعملوا اي حاجه، يصحوا الناس ويدوروهم، يروحوا يدور على المستشفى ويقلقوا اخر، عشان ايه؟ عشان درجه حراره واحده. الرحمه دي حاجه عجيبه، رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، اثار اتصاف ربنا عز وجل بالرحمه. العز، القهر، الحكمه، العلم، انت لو تدور هتلاقي. وهي مواقف الانبياء مبنيه على الامر ده، مبنية على شهود آثار الأسماء والصفات. الاجتباء، اختصاص بعض الناس، يختص برحمته من يشاء. الرحمة الدينية، بعد الرحمة العامة، الملك، الإلهية، الربوبية. ما الفتحة عبارة عن إيه؟ عن شهود الأسماء والصفات مش كده؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الإنسان لما يشهد المعاني دي يشوفها بقى قدامه كده ويشوف آثارها، هو دي اللي هتحقق عزيمته وتمنع من ان يعرض ان ينقر ارادته سبب. الاسباب اللي بيتعلق بها الانسان، اسباب الدنيا اللي بتخليه يقول لا انا مش هقدر اسيب الموضوع ده، مش هقدر اسيب الحاجه دي عشان ربنا، مش هقدر اتخلص من حب الفلوس، مش هقدر اتخلص من حب الاهل، مش هقدر اتخلص من حب الوطن، مش هقدر اتخلص من الشهوة دي، معلش بحب الواحدة دي مثلا، البنت دي، ولا بحب الموضوع ده، ولا لا 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 خلاص ما بيعرضلوش حاجة، ما فيش عارض، فيش سبب ينقض الإرادة، سيره إلى الله مش محتمل. ولا يوحش قلبه عارض، العوارض دي بتاعت الوحشة، وحشة التفرد انه لوحده، لا مش ممكن يحصل له، ولو كان ايه خلاص هو ذا حاجة مش هيسيبها أبدا.
ولا يقطع عليه الطريق فتنة، اللي هي فتنة ايه؟ الشبهات او الايه؟ الشهوات، فتنة الغي او فتنة الايه؟ الضلال، فتنة ازين انا لهم او فتنة ايه؟ اغوينهم اجمعين. لا خلاص تحرر، وصل. أسأل الله أن يمن علينا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.